السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتناول موضوع الكل سألني عنه الدكتورة، بخصوص الرسم. احنا نريد اليوم عندنا ضمن فقرة الكالبريشن والفاليديشن الخاصة بأي برنامج، اللي هي برنامج سوات anything، فأني أحتاج أسوي مثلا بالريزلت، أسوي للموديل كالبريشن وفاليديشن وأنزله، مو صح؟ وأحتاج أيضا أسوي الانسرتينتي تحليل، اللي هو 95 مال البريدكشن انسرتينتي، وهكذا. انت تروح تفتح الاكسل، تروح من السوات كاب، نتائج السوات كاب اللي ظهر لك اياها البرنامج تكون غير مرتبه، يعني مرتبه بشكل مثل ما نقول مو لطيف. فش تسوي انت؟ تروح الاوبزرفيت عندك تلقائيا، السيموليتد عندك ايضا، منين تجيبه؟ من نتائج السوات الاصلي، من نتائج السوات اللي هي تطلعها انت، وشون تعلمنا نخرجها. نجي هذين مين تجيبهن؟ تجيبهن من سوات، سوات الاصلي، تمام؟ يعني سوات كاب، نتائج سوات كاب تروح على الايتريشن مالتك، موجودات على شكل تكست، تحولهن الى اكسل، تستدعين هنا وترسمهن بشكل تلقائي جدا. بس تنتبه، هذا الرسم اللي رسمته الاخير اللي هو ال 9 95 بي بي يو، شو تسوي له؟ شوف هسه هو موجود، بس شو تسوي له؟ تروح تحدده. يعني اشوفك يا هنا، هسه أنا عندي هنا مثلا 3 رسومات، تمام؟ أجيب هذا الرسم الرابع اللي هو هذا، هسه راح أخذ هذا الجزء، لاحظ كوبي، راح أجيبه من هنا إليك، لهنا كوبي، أنتقل للكالبريشن، أضيفه هنا، أقله بيست، أسمي L 95 بي PU. بعد ما اضفته هسه المفروض هذا الحق الاضيفه، شنو اسوي؟ اروح لهنا اقول له select data، ضيف لي اياه، فاقول له هسه اد بشكل اسرح، لا على التعيين اسمي لكم اياه هالشكل، انطيني الاكس اكسس مالته اللي هو نفسه هذا، راح انطيه للاخير هذا الاكس اكسس، بعد ذلك راح يقول له انطيني الواي اكسس الخاص بي، قيمه الواي فاليو، راح انطي هاي قيمة الواي فاليو، لاحظ هسه هنا انطيته قيمة الواي فاليو، هاي قيمة الواي فاليو، اقول له اوكي اوكي، هسه هنا اوكي، اروح ارجع للرسم، لاحظ سواليا سواليا باللون الاصفر. تجي هسه احنا شو نريد؟ احنا نريد نسوي البريدكشن، يعني القيمة المحصورة بين الام 95 بي بي يو الى ال 95 بي بي يو، اعطيني ال 95 بي بي يو، شو تسوي؟ يعني وكانه تاخذ هاي القيمه، انا اريدها تظهر هاي القيمه، اريد وكانه اللون الرصاصي يحيط له فقط بين السيموليت والابزرفيت، هاي ما لها داعي القيمه. فش تسوي؟ تروح على هاي القيمه، لاحظ اللي هي باللون الاصفر الرسم الجديد، تروح على الفورمات مالتها، تنطيها شيء باللون الابيض، كذلك تنطيها باللون الابيض، تمام؟ يعني طبيعي جدا تروح عليها تحدد لها بهاي اللونين مثل ما تلاحظ هنا، تختارها من هنا تريد هاي بهذا اللون، تقولها فورمات داتا سيريز، هسه راح يسوي لك لها فورمات، او تريد من الاعلى، شو تسوي لها هسه انت من الاعلى؟ تقدر تاخذ لها ايضا انسيرت حتى تصير انه بهذا اللون، تختار لها انسيرت، من الانسيرت تروح تحتاج هذا الشكل، تقول له اريا، من الاريا تختار هذا الشكل، راح تلقائيا يرسم لك اياها بهذا السيريز. فش تسوي انت مبدئيا حتى انه تبين عندك بهذه الطريقه؟ تختار الاريا، تروح تحدد هسه انت وحده وحده، تقول هذا الشكل اريده يبين كلاين، رجع لي اياه لاين، راح يرجع لك اياه، كذلك مثلا هذا الثاني يرجع لي اياه لاين، راح تلقائيا يرجع لك لاين. فده تشوف رجعت، وقت فقط هذا انه انت تحدده وتسوي، راح يحدد لك يا كاريا، هذا هنا أنا موجود كلاين، هذا تروح تحدد انت كاريا، فراح يبين لك بهذا الشكل. فانت شلون تمثلهن؟ هذا مجرد راح يتنقص من هذا مثله باللون الابيض، لاحظ هنا أنا. شوف بالكالبريشن ال مثلته باللون الابيض، اختفى من الاسفل، هو موجود بالاصل، تقدر هذا تلقائيا، انا مثلته باللون الابيض، طيت الشيب ونطيت الاريا مالته باللون الابيض، فتلاحظه بهذا الشكل. فهذه هي طريقة الدرو اوف 95 للبريدكشن انسرتينيتي بين السيموليتد والاوبزرفيت حتى يعطيك البيست سيموليتد.
ان شاء الله تكون واضحة امامكم، يعني هي كل الشغلة بسيطة، بس ما تقدر ترسم هذا الوحدة يعني كأريا، لان هذا ايش راح ينطيك؟ راح ينطيك الرسم راح يكون من الاعلى للاسفل، حتى انا اريد فقط اللي محاط بين السيموليتر والابزرفر، فترسم الال 95 بي بي يو وكذلك الام 95 بي بي يو، هاي الفرق بيناتهم ينطيك ال 95 برودكشن انسيرتينتي. اذا عندكم سؤال او استفسار بخصوص الدرو، هذا بي اذا احد سالني بي من يفيدني الدرو، انت النتائج مال سوات كاب لازم تظهرها بالريزلت مالتك، الريزلت النهائي اللي احنا شو نسميه ضمن الاكستريت استخراج نتائج السوات كاب، فلازم انت تسوي بيرفورم، تسوي كالبريشن فاليديشن انسيرتينتي، تمثلهم كلهم برسم واحد، فهذا هو التمثيل النهائي. فالسيموليتد هذا الاوبزرفيت هذا فقط عندك البريكات مال الانسرتينتي اللي انت لازم تمثله، فشلون تمثله؟ تمثله بهذه الطريقه. اذا عندك سؤال او استفسار تقدر تراسلني واني ان شاء الله اوضح لكم هذا الشيء بشكل تفصيلي اكثر، لكن بشكل مبدئي هو هذا، يعني شيء جدا بسيط انه انت فقط ترسم، لاحظ هنا أنا فقط ترسم، تحول الرسمين اللي هو الال 95 ذني تبقيهن خطوط لاين، لكن ذني لا تحولهن المن، لاحظ شوف هسه انا راح احول هذا ذني تحويلتهن يصيرن الى اريا، ما ترسمهن انت حتى يغطن البرودكشن مالتهن يصير عالي، تمام؟ لاحظ هسه هنا اذا حولتهن الى اريا راح تقول له اوكي، شوف لاحظ تحولها الى اريا، اذا منتبه لهن بهذا الشكل. هسه شلون صارت تحويلتهن؟ صارت تحويلتهن الى اريا، فهسه تلقائيا تختار انت الشيء اللي تريده وتحوله الى لاين. لاحظ هسه الثاني ايضا احوله المن الى لاين، فصير تحويلتهن الى لاين. هذا لاحظ البرتقالي، هسه هذا شو اسوي له؟ لاحظ بهذه السهوله، لاحظ امشي لهنا وهسه بقى ما احوله الى لاين، لا تروح للفورمات، الشيب مالته تخليه باللون الابيض والاوتلاين مالته تخليه باللون الابيض. لاحظ هسه صارت واضحة لو ما صارت؟ اتوقع صارت واضحة. شتجي لهنا انت ماكو داعي تبلش تبين بس ال 95 بي بي يو، تختار على هذا الفورمات، شو تقول له؟ تقول له ديليت، راح يمسح لك اياه، تبقى لك فقط هذا الجزء. لاحظ بهذه السهولة. هسه ان شاء الله صارت واضحة امامك، ما عندكم بها اشكال، هذا فقط هنا دا ارسماني للكالبريشن، بس هنا الرسم جامع للكل، هذا جزء كالبريشن وهذا الفاليديشن، كذلك الفاليديشن نفس الشيء. هم تروح ترسم تنزل ال 95 بي بي يو، هسه احد يجي يسالني دكتور هذا منين دا تجيبه؟ تروح على نتائج سوات كاب، اتوقع ان هذا الشيء شارحينه مسبقا يعني مو جديد عليكم، تروح على ريزلت اوف سوات كاب، ريزلت اوف سوات كاب شنو تشمل لك؟ لاحظ هسه احد يجي يسالني انا منين اجيب الريزلت اوف سوات كاب؟ تروح على نتائج سوات كاب اللي انت اصلا خرجتها من البرنامج، اللي وين القاها اني؟ تروح على نتائجك تلقائيا وين انت مسوي دي؟ انا هسه بالنسبة لي ضمن البيبر، بيبر 4 اي ثينك مسوية يعني جزء خاصة بالسوات اند سوات كاب اللي هو هناية The Special Analysis of Water Rainfall Table Water Pellets Water Generator Just a minute Final Drawing هذا ضمن هذا الجزء سويت ريزلت اوف سوات كاب، هذا سوات كاب اللي خرجته، تروح على الايتوريشن راح تلقى ضمن احد اجزاء اسمها الايتوريشن، من تدخل اسان عندي هو هذا ايتوريشن 1 ايتوريشن 2 راح تلقى شوف هاي النتائج اللي مخرج لك اياها، تلقى 95 بي بي يو، تلقى ال 95 بي، فتدخل عليهن تحملهن بشكل تلقائي راح تلقى كل النتائج والداتا بيهن، فهذا هو الشيء اللي راح يفيدك. هاي ضمن الشيفت اوت اللي تلقاها دني، لاحظ هنا تدخل على الطريقه اللي هي طريقه المعايره الاوتلت مالتها راح يعطيك اياها، ال 95 بي بي يو موجوده، ال 95 جي بي بي يو موجوده، البيس سيموليشن موجود، كل الموجودات تختار انت البيناتهم ترسمهم يعني تستدعيهم منا. طيب شلون انا احولهم؟ تلقائيا تروح من تفتحها اكو طريقه للسيف اس تقدر تحولها الى تكست، لاحظ هسه هو لاحظ هنا دخلت هسه انا على 95، شوف هذا كلش كافي انه يعطيك انت هو هذا اللي ترسمه انت، تروح على الاوتلت مالته هذا الاوبزرفيت هذا السيموليتد هذا اليو 95 هذا البيست سيموليتد وهذا ال 95، هذا شو تسوي له؟ تحوله الى تكست، سيف از
شلون تسيبه؟ تختار هنا اكو صيغة الفايل، من تقول له الفايل خلاص هو راح يسيب لك اياه بكل الصيغ الموجودة، وتقدر ايضا تسيبه كتكست كاكسل، لان انت تحتاج ضمن الاكسل تاخذ هاي البيانات وتتعلم طريقة تحويل التكست الى اكسل، طريقة كل سهلة. زين اكو طريقة ثانية دكتورة انه انا احول بها التكست الى اكسل؟ نعم اكو طريقة. شنو هي؟ تروح على الاكسل نفسه اللي انت خاص بيك. هسه راح افتح لك شيء جديد اني حتى اعلمك. لاحظ هنا تروح على البيج لاي اوت، هسه هنا اقول له اوبن راح يفتح لي، اقول له مثلا نو بروبلم، يعني هسه اني بروس اضغط لي بس احدد له بالضغط، ده يقول لي انه اضغط لك تريد كل الفايلات اللي بالاكسل لو الفايل، اقول له الفايل هسه تمام، فراح يمشي هنا. وين انا عندي؟ عندي بالفاينل راوند اوف ووتر شيد ديلينيشن، عندي سوات كاب ريزلت، عندي هناي اروح ادخل على الاوتلت، اي نعم هذا لاحظ، اقول له اوبن او دبل كليك عليه تلقائيا راح يقول لك نيكست نيكست اوكي فينيش تلقائيا. هسه بس ارجع عيدها اسوي لك اياها بيج لاي اوت، لاحظ الاوبزرفيد والسيموليتد والاي ال 95 تلقائيا ذني تاخذهم ترسمهن، بس من ترسمهن اعتيادي انت ما تقدر ترسم بهاي الطريقه، لازم تبين الداتا اللي خاصه بيهن وغيرها. لاحظ هاي هسه افتح لك اياهم كاكسل جديد، هذا هو عرفت شلون تحولهن، هاي بس طريقه التحويل. هسه هذا الغي، اجي على هذا الشيت هذا ايضا الغي، اقول له ديليت، ارجع للكالبريشن تكون رسمه بهذه الصيغه. فهي هاي طريقه رسم الدرو 95 للبرودكشن انسرتينتي بين السيموليتد والابزرفد. اذا عندك اي سؤال او استفسار ضمن هذه المحاضره تقدر تراسلنا على القناه وان شاء الله نجاوبك. نلتقيكم بمحاضرات اخرى، لا تنسون تدعون زملائكم الباحثون حتى يستفادون من هذه المعلومات ان شاء الله باخراج نتائجهم ضمن بحوثهم. نلتقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى، دمتم بامان الله وحفظه.